تتواصل بطولات الرماية المحلية بتتويج الأبطال بالميداليات والكؤوس، فبعد منافسة مميزة بين الرماة اختتمت بطولة الكويت الأولى للرماية على كأس المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح رحمه الله وسط أرقام قوية ووجوه واعدة، والتي نظمها نادي بيان الكويتي للرماية تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة من 25 إلى 27 من شهر مارس الجاري في ميدان نادي الصيد والفروسية، وبمشاركة أكثر من 78 راميا من مختلف الأعمار وعلى 6 فئات وفقا لتصنيف الرامي، حيث حقق المركز الأول الرامي جاسم الريحان، وجاء في المركز الثاني خالد العجمي وفهد السبيعي في المركز الثالث. للعلم أن البطولة أقيمت على 3 أيام، 3 أيام تصير شوي مشوقة ومتعبة في نفس الوقت. أول يوم 75 طبق، ثاني يوم 75 طبق، ثالث يوم 50، وبعد طبعا 50 التتويج. شارك فيها الاتحاد الرياضي العسكري في رماته، طبعا يتميزون طبعا رماة الاتحاد الرياضي العسكري في انهم في ابطال في لعبه، خاصه لعبه الاطباق، وفي هذه طبعا الاطباق الصيد التشبيهي اللي هي سبورتنج تختلف عن الرمايه الاولمبيه. فالمشاركه كانت يعني في اكثر من 127 مشارك مسجل في البطوله، مستحيل راح تغطي البطوله العدد هذا، فغلصوها لان اخذوا اقصى حد اللي هو 78 رامي شارك في البطوله، ابرز يعني الابطال كانوا فيها. واليوم ختامها ما شاء الله تبارك الله مسك، الكل راضي والكل مستانس في البطوله، والناس الجماعه حيل يعني متعاونين في هالبطوله هذه. والله منافسه بين انا ورفيقي خالد العجمي، والربع كلهم ما قصروا، ارقامهم طيبه والحمد لله، الله وفقني صرت الاول. شو كان استعدادك وتجهيزاتك للبطولة؟ والله استعداد اللي يقول تعب طبعا، أول يوم وثاني يوم وثالث يوم من الصبح قاعدين، والرماية حلوة ممتعة والأطباق حلوة والمنافسة حلوة بعد نفس الوقت، والواحد كل الواحد بيفوز. وفي الختام قام رئيس نادي بيان الكويتي للرماية الشيخ صباح علي الجابر الصباح والشيخ حمد العبدالله السالم الصباح وأمين سر نادي بيان فهد الصهيبي بتكريم الرماة الحاصلين على المراكز الأولى. سالم ملالة لقناة كويت سبورت.